إذا للوقوف عند انهيار القطاع الغذائي في العراق مدفوعا بالفساد الحكومي وتواطؤ المسؤولين، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بكم. يعني لا يخفى عليكم الوضع الغذائي في العراق من سيء إلى أسوأ بحسب التقارير الرسمية ورؤية المراقبين، لكن هنا دكتور ما الأسباب التي أوصلت الأوضاع الغذائية في العراق إلى هذه الحال؟ اهلا وسهلا بك اخي العزيز وبالقناة وبالمشاهدين الكرام. هو من 2003 لحد الان كل شيء في العراق من سيء الى أسوأ، وذلك لاسباب عده، لعلها واهمها هي ان القوى السياسيه المتسلطه على الشان العراقي مرتبطه بايرادات اقليميه خارجيه، وهذه الايرادات بدون تحديد اسمها الجميع مقتنع على حقيقة واحدة أو رغبة واحدة، وهو أن يكون العراق بلد مستورد فقط ومستهلك لكل شيء سواء كان صناعي أو زراعي، وبالتالي التشغيل إنهاء الصناعة إنهاء الزراعة هي أسباب أساسية لكي تؤدي البلد إلى أن يكون بلد مستهلك فقط، وهذا الذي حصل فعلا، ولن يكون هناك أمل للخروج من هذه الدائرة. دكتور، لجنة الزراعة والمياه البرلمانية يعني تتهم الحكومة بضرب المنتج المحلي، وذلك عللتها بأنه يقع ذلك خدمة لمصالح شخصية، من له المصلحة في ذلك؟ بالتأكيد الجهات الخارجية ذات العلاقة في الجانب الاقتصادي هي بالدرجة الأساس التي وراء ذلك، فعسى مثال إيران أو غير إيران لكي نكون دقيقين، إذا ما العراق أنتج مواد زراعية واكتفى ذاتيا، فتلك البضاعة التي والمحصول الذي ينتج في تلك البلدان لن يجد مجال للتصدير. والمسألة الأكبر الآن تفاقمت بحكم أن الحصار الاقتصادي على إيران واسع، وأن المجال أحسن لها وأسهل لها أن يكون العراق، لذلك نتوقع أن الجانب الإيراني والأطراف المؤيدة لإيران هي التي تقف وراء هذا الموضوع. المشكلة الأساسية أن المسؤول عن الجانب العراقي أيا كان مسمياتهم لم يعوا حقيقة ما ينبغي أن يعتمدوا لكي ينهضوا بالزراعة. الزراعة كما هو معروف أساسا في العراق هو بلد السواد كما قال في مقدمة البرنامج، سمي بالسواد لأن أرضه خصبة وأن الزراعة غطت كل أراضيه، وبالتالي أن يعود العراق أن يكون فقيرا لهذه الدرجة، إذا إرادة قوية سياسية هي تدعون دول أن يكون هناك في العراق زراعة. دكتور، هل يلعب الفساد دورا خاصة في ظل تصريحات وزير الزراعة محمد الخفاجي يقول بأن هناك ضباطا يمررون الدجاج الفاسد ويعيقون ما يقارب من 5000 مشروع محلي، هل نفهم من هذا هو صراع بين أجنحة النظام؟ بالتأكيد هذه القوى السياسية أو القوى العسكرية مرتبطة بفصائل وبأحزاب سياسية، والمشكلة في العراق أن كل مسؤول أمني أو غير أمني له مسؤولية اقتصادية للحزب الذي يعينه، وبالتالي مطلوب على كل ضابط او كل مسؤول في منطقه معينه او كل وزير او كل وكيل وزير كذا مبلغ بالشهر او بالسنه او باليوم، وبالتالي يذهبون الى هذا الشيء. ذلك نرى ان ما يسمى باللجنه الاقتصاديه في كل حزب سياسي هي تتحكم في موارد المحل الوزارات، اما ان يتهم هكذا ضباط هي حقيقة ليس هناك في ذلك خل، ولكن نسأل الحكومة أين هي من دعم الفلاح العراقي؟ وهناك مقولة تقول في إحدى الدول شرق آسيا نهضوا بالزراعة عندما وضعوا برنامج سمي من البرسيم إلى برسيم، بمعنى أن البرسيم الذي هو علف الحيوانات أجلكم الله هو برسيم يزرع يتحول إلى علف حيواني، الحيوان ينتج منتجات مختلفة بما فيها السماد الحيواني يعطى للزرع لكي يكون برسيم جيد، ثم يكون علفه هكذا تدور الدوارة حتى تنهض الزراعة. الحكومة غائبة عن أبسط مقومات الزراعة، ذلك الكل يعاني والحكومة لا تقدم شيء. دكتور، يعني هل هناك آثار مترتبة على هذه السياسة التي تتبناها الحكومة من ضرب المنتج المحلي على يعني آثار مترتبة سلبية على الدولة والمستهلك؟ بالتأكيد هذه السبب الأساسي أو التداعي السيء هو تأثير ذلك على المجتمع.
المجتمع عندما يفقد أسباب المعيشة الطبيعية يلجأ الشاب فيه إلى الطرق الملتوية الأخرى، تكثر الجريمة، يكثر تعاطي المخدرات، يكثر حالات الفساد بأشكال مختلفة. ثم إذا لم يجد الفلاح عملا حقيقيا يقوت يومه سوف يعاني من معاناة نفسية، وبالتالي المجتمع كل برمته ستتفشى فيه كل الأمراض النفسية وأمراض الوبائية، وكما قلنا تفشي المخدرات وما شابه ذلك، نعم وبالتالي يكون مجتمع سيء لذاته، وبالتالي تتوه الأمور وحتى لا يقوى على أن يستدل إلى طريق الخلاص. إذن هي إرادة أكثر سياسية أكثر ما هي مجرد مسألة زراعية بحتة. عبر سكاي من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم.